على الخط مباشرة ضيفنا عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب حسين الحج حسن. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك ولضيوفك. صباح النور. بس هيك اليوم قصة الكهرباء قصة القصص، يعني سنين بنحكي عنها ويعني كل ميرة عم تترنح اليوم. هلأ أجدكم الاتصالات. هلأ الاتصالات رح نخصص لها حلقة بلكي بتكون ضيفنا، لأنه كتير حكيت يعني عن قصة الاتصالات، رفعت التعرفة وسائل الخدمة. اليوم أنتم مصرين بالاستجابة على طلبات يعني جماعة وزارة الطاقة، ليش هالإصرار مع أنه كل الإصرارات السابقة وتوافق عليها وما شفنا كهرباء؟ كيف يعني الإصرار على الاستجابة لطلبات وزارة الطاقة؟ يعني شو ما بيطرح بمجلس الوزراء كان الوزراء الطاقة المتعاقبين كنتوا توافقوا عليهم، ولهلأ ما عندنا كهرباء وحضرتك كنت وزير بالحكومات. مش دقيق، مش دقيق، أنا كنت وزير مشان بقول لك مش دقيق إنه كنا نوافق على كل شيء، ومش دقيق إنه كنا نعترض على كل شيء. طيب ما وافقتوا على البواخر، ما وافقتوا على لحظة على ورقة مقدمي الخدمات، ما وافقتوا على تمويل الاستشاريين والمستشارين، ما وافقتوا على ورقة سياسة قطاع الكهرباء. بس عم نذكرك لا طولي بالك طولي بالك، عم تحط الأسئلة ورا بعض مش عم تخليني. لا لا بس أنا عم أقولكم عشو وافقتوا بس. هلا بتقولي وافق مش وزراء بقول لك ايه، بتقولي اعترض وزير فلاني وزير فلاني، بقول لك اكيد يعني ما في شيء اسمه نحن عنا ككتلة وفاء المقاومة وكحزب الله انه منوافق سلف كيف ما كان ومنرفض سلف كيف ما كان. على الموضوع في كثير مواضيع اعترضنا عليها وفي كثير مواضيع وافقنا عليها، وبالتالي ما عنا موقف مسبق انه شو ما طرح وزير الطاقة او اي وزير اخر او حتى وزير من وزرائنا داخل الحزب. يعني انا اذا بطرح فكرة سلفا داخل الحزب يعني موافقين لما كنت وزير، مش هيك الامور. هلأ ليش وصلت الأمور لهون؟ في أسباب عديدة متنوعة متشعبة. بالحقيقة هلأ إذا بدنا نفوت بهذا المسار، يعني مثل ما أنا رأيي اليوم خلينا يعني صرنا بمحل تاني، يعني بعد انهيار العملة وبعد انهيار إمكانية الدولة الموضوع بطل، يعني بديش أقول إنه مش لازم يصير محاسبة على الشيء اللي حصل بالسنوات الماضية بالطاقة وبالاتصالات وبالكهرباء وبالأشغال وبالصحة وما كان. محاسبة من قبل مجلس النواب يعني لازم يسائل كل الموضوع. ما عم أقول لا، أنا اليوم رأيي موضوع الطاقة صار بمحل تاني، موضوع الكهرباء صار بمحل تاني. يعني اليوم عم نحكي عن كهرباء، نحن عنا إمكانية ننتج 1600 ل 1800 ميجا، مش عم ننتج أكثر من 400-500 ميجا بالأشهر الماضية بسبب عدم إمكانية الدولة لتمويل المحروقات. نعم. يعني هلأ فينا نضل نحكي بالماضي قد ما بدك، اكيد كل واحد عم يحكي معه جزء من الحق، كبير صغير اكبر اصغر من الاخر، ما حدا عم بيقول انه اللي صار بمجال الطاقه كله سليم، ولا في حدا يقول كله خطا. في اخطاء ارتكبت هذا بالتاكيد موجود، في مسؤوليات تترتب هذا اكيد موجود، لكن اليوم صرنا انا رايي عم بحكي هلا صرنا بمحل تاني. صحيح. اليوم النقاش حول كل هاي الامور باليوم محل تاني، ما في كهرباء وفي خطط عم تنعمل بوقت ضايق، وعم بيقولوا المعنيين معنا يعني والمختصين بالكهرباء انه كلها عم بتكون كلام بكلام، ما في شيء جدي بالواقع على الارض. لأقول لك شوف، خلينا هلا نتفق، رجع نثبت اول مبدا، نعم لابد من المحاسبه على الماضي بكامل الملفات من طاقة ومن كهرباء وصولا للاتصالات للصحة. مين بده يحاسب؟ يعني خلينا ننطلق من مجلس النواب من عندكم. أكيد أكيد لجان تحقيق برلمانية، لجان تحقيق برلمانية، مش لازم تتعين لجان تحقيق برلمانية. أنا بالاتصالات بسنة 2019 طلبت 2018 عفوا أو 19 يعني مش ذاكر بالتحديد النهار، بس بين أواخر 18 بداية 19 طلبت لجنة تحقيق برلمانية بكل السنوات اللي مضت، وقدمت ما عم نحكي كلام، طلبت قدمت ملف متكامل عن كل قطاع الاتصالات طيلة السنوات من 2010 ل 2019 وهيدا مادة موجودة واستند إليها ديوان المحاسب بعمل تقريره. فبالتالي أنا مع هيدا العمل يصير بكل إدارات الدولة وكل مؤسساتها، بس ما شفنا لحدا تحاسب ولا حدا توقف. هلا هيدا معاش عندي، يعني انا كرئيس لجنه اعلام سابق عملت هذا الشغل وقدمته، وانا كلجنه طاقه بقول لك نحن بلجنه الطاقه طلبنا تشكيل لجنه تقصي حقائق حول الكهرباء، ولكن للاسف بهذه الدوره النيابيه الماضيه وما تشكلت. مش لا يعني انا لحتى ما بري ولا دين،
لا عم بري حدا ولا عم دين حدا. بس معلش ما حضرة النائب، على أي أساس كنتوا توافقوا على سلف خزينة للكهرباء مع لبنان مش قادر يسددها؟ يعني كنتوا توافقوا على سلف خزينة للكهرباء؟ صحيح صحيح. لا لك ليش، في كان الأستاذ غسان بيعرف سعادته أنه في كلفة إنتاج للكيلوات كانت تتراوح حسب سعر الفيول 300 ل 400 ليره تقريبا، حسب سعر الفيول حسب سعر برميل النفط. وسعر الكيلووات اللي بنبيع للمواطن اللبناني وللمستهلك اللبناني سقفه 200 ليره، وفي تحت ال 200 ليره يعني بتقدر توصل لل 55 ليره في شطور، خمس شطور. وبالتالي معناتها في عجز محقق حيصير بكلفه ما بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع. وهذا أمر خاضع كان للسلطة السياسية اللي هي الحكومة لوضع التعرفة للكهرباء من سنة 95 وما عدلتها حتى اليوم، طبعا كان يصير نزاع سياسي وأحيانا مواقف شعبوية، ما حدا بده يرفع سعر الكهرباء، بس آخر شيء مؤسس الكهرباء عم دافع عنا، في هدر، في هدر فني، في هدر غير فني، في البدك إياه، كله في سوء إدارة؟ في جزء إنه سوء إدارة بالتأكيد. يعني لك ما حدا بيقدر ينفي كل هودي، إنه يعني إنه نحن مؤسساتنا مؤسسات ملائكة ولا مؤسساتنا مؤسسات كاملة. بس خلينا نقول إنه لما كانت المؤسسة تطلب سلفة، جزء من هاي السلفة، جزء ما حقلك كلها بس بجزء كبير منها، هو لتغطية العجز ما بين كلفة الإنتاج اللي كانت يوم الأيام لما كان برميل النفط 10 و 20 دولار شيء، ولما يوصل برميل النفط لل 100 دولار و 120 دولار شيء. وبالتالي لابد من تغطية هذا الفرق. هلا بنهاية المطاف اليوم اذا بنحكي كهرباء، كل هودي لازم ينحكوا، كل هودي لازم يدقق فيهم يتحقق فيهم على مدى 20 و 30 سنة الماضيين. برجع بكرر بالكهرباء وبكل مؤسسات الدولة، لكن اليوم نحن امام واقع اخر، هو عجز الدولة عن تأمين تمويل المحروقات مؤسسة كهرباء لبنان. ولذلك راحت الدولة تتكل أو تستعين بأشقائنا بالعراق اللي لابونا مشكورين، وعملت الدولة اتصالاتها مع مصر والأردن، وتعطل هذا الموضوع حتى الآن ما مشي لعدة أسباب. وبالتالي تعجز الدولة اللبنانية اليوم عن تأمين الأموال بالدولار الفريش لا تشتري محروقات. إذا العتمة زاحفة، يعني إذا لا كهرباء بالأفق القريب. هلا إذا ما صار في العراق يجدد العقد، في حكي عن إنه خلال أسابيع قليلة القادمة العراق بيجدد العقد، ما بعرف إذا حيتجدد أو لا، حتى ما أكون حاسم بالاتجاه السلبي أو بالاتجاه الإيجابي. العراق أبدى كل إيجابية، لكن في شغلات بدهم يعملوها اللبنانيين بعد ما عملوها كحكومة لبنانية. ومصر والأردن لحد اليوم الأمريكان والبنك الدولي ما عطوا الكليرنس، إضافة إلى ممكن لعدة متطلبات أخرى إلى علاقة بالتعرفة، إلى علاقة بالهيئة الناظمة، إلى علاقة بتعيين مجلس إدارة. أنت حضرتك موافق على تعديلات الهيئة الناظمة؟ تعديلات الهيئة الناظمة؟ تعيينات الهيئة الناظمة؟ ليش لا؟ في قانون ولازم يطبق. وعم ينحكى بتعديل صلاحياتها، يعني مش موافقين على الصلاحيات المعطاة لها. كان في نقاش بحكومة بعتقد 2018-2019، كان في نقاش وكان في مشروع قانون عم يتحضر لدراسة التعديلات، ودرست الحكومة لكن لم يصل إلى نتيجة في الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب. ولماذا لم نصل إلى هيئة ناظمة هلأ تكون موجودة وعم بتديرها القطاع مثل ما لازم؟ في خلاف سياسي حول الموضوع. خلاف سياسي تحكم فينا، تحكم بالمواطن، وصلنا إلى عتمة اليوم 24 على 24 بدل وعودهم كهرباء 24 على 24. سياسي بس على الهيئة الناظمة بالكهرباء؟ هلأ لا، أنا موضوعنا عن الكهرباء، مش هيك عم نسأل عن الكهرباء. ليش طيب إذا كان خلاف سياسي على الهيئة الناظمة بالكهرباء، ليه ما تعينت الهيئة الناظمة للطيران المدني؟ والهيئة الناظمة للاتصالات وليه ما تعينت لها الناظمة للاتصالات؟ تأثير أقل خطرا، يعني اليوم الكهرباء هي وقعت الخزينة بالعجز. أنا بقول لك شغلة، مظبوط في لبنان كثير من القوانين لم تطبق، كثير من القوانين للأسف الشديد تعطل. نعم لا اسمعني، لكن في هيئات ناظمة كثير ما تعينت، من ضمنهم بس الوحيدة اللي تعينت فترة من الفترات هي الهيئة الناظمة للاتصالات، وبعدين استقالوا رئيسة، وبعدين استقال عدد من أعضائها،
ولم يعد إذا لم يعد نعم تعيينه. بس سؤالي، ما في هيئة ناظمة بالكهرباء؟ طبعا الكهرباء هي وقعت خزينة لبنانية بالعجز، في مواضيع ممكن تتأجل بس هيدا موضوع حيوي، لا في كهرباء لا في برادات، الناس طبعا ما في شركات ما في مصانع، ما في شيء بيمشي بدون كهرباء. الموضوع الحيوي والمرفق الحيوي اللي بحاجة له طبعا لبنان لا يقف على إجراه يعني يتعطل، هيدا مش مسموح. بالتأكيد أنه لازم يتعالج ملف الكهرباء معالجة متكاملة مع المحاسبة، مع نقول الديوان والقضاء كمان، يعني القضاء لو عمل شغله ما كنا وصلنا له. أنا برجع بعد لك بقطاع الاتصالات كرئيس لجنة سابق مع أعضاء اللجنة الكرام الأعزاء اللي كانوا باللجنة، عملنا ملف متكامل وقدمناه لكل الجهات القضائية ومن ضمن ديوان المحاسبة اللي عمل تقرير شامل وكامل. أنا مع فتح كل ملفات الدولة وأنا مع إصلاح كل مؤسسات الدولة بالشكل المناسب. شو رأيتك للحل هلأ الكهرباء؟ شو رأيتك ليصير عنا كهرباء؟ هلأ في شغلتين على المدى القريب جدا وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. على المدى القريب لازم نلاقي مصادر للطاقة، مصادر تمويل، يعني هلأ أنه في مصاري بتشتري بدك تلاقي مصادر للطاقة، لازم يصير في درس لتعديل التعرفة، بس كمان تعديل التعرفة يجب أن يرتبط بإصلاح الأجور، لأنه كمان ما فينا نقول للناس تعديل التعرفة من دون إصلاح أجور. ووقف الهدر يعني؟ لا، عم نحكي تعديل التعرفة، أكيد وقف الهدر، أكيد وقف الهدر بالتأكيد، يعني الهدر مش لازم يكون بالأساسة لحتى نقول وقف الهدر. فبالتالي وتطبيق كل القوانين وإصلاح شامل متكامل لكل الكهرب بلبنان، لكن يعني بنهاية المطاف مثل ما بيقولوا الملح حاليا هو تأمين مصادر تمويل طاقة. نعم، شو رأي اليوم ماذا عن الهبة الإيرانية؟ لمين توجه العرض وشو وضعها حاليا؟ وضعها حاليا مثل كل هبة بتجي من إيران أو من روسيا أو من الصين، الدولة اللبنانية مضغوط على أمرها لحد اليوم ما عم تستجيب لهذه الهبة. هلأ دولة رئيس الحكومة سمعنا كلامه إنه إذا مطابقة المواصفات بده يقبل أو شيء من هالنوع، وبالمقابل الأشقاء الأصدقاء الإيرانيين بيقولوا إنه هم بينطروا وفد يطلع على إيران يتناقش ويتفاوض مثل ما طلع وفد على العراق. يعني شغلة طبيعية إنه في جهة عم تعرض عليك هبة إنه تروح تفاوضيها وتشوفي هاي الهبة الكميات كيفية الاستلام المواصفات إلى آخره. عم بينحكى عن مخارج مخصصة للنافذين، كهرباء عم تنعطى للنافذين 24/24 والناس عم تشتكي من انقطاع الكهرباء، على أي أساس؟ عندك معلومات بهالإطار؟ ما عندي أي معلومات عن أشخاص محددين، لكن واضح تماما أنه في توزيع غير عادل للكهرباء بلبنان بين المناطق وبقلب المنطقة الوحدة. نعم، في سؤال من ضيفتي الخبيرة بشؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حدر، تفضلي. سعادتك أنا بناشدك، اليوم في عنا كمان هيك مثل بصيص ضوء وأمل بقانون الطاقة المتجددة الموزعة، عم ندرسه بلجنة فرعية بوزارة، عفوا لجنة فرعية بلجنة الطاقة الأشغال والطاقة والمياه، وإن شاء الله بأقرب فرصة. يعني في موافقة مثل ما بيقولوا، خليني أقول لك مؤكدة، النقاش بالتفاصيل وبعتقد صاروا لازم يكونوا خالصين. ولكن سعادتك أنا هون بدي أطلب منك وبصر عليك إنه تستلم النسخة الأصلية غير النسخة اللي قدمها وزير الطاقة، بدي منك تستلم النسخة يلي تحولت من مجلس إدارة كهرباء لبنان. صارت موجودة عند الكل وعم تتناقش بحضور الكل. لا، مش هيدي النسخة الأصلية، أنا عم تابع سعادتك، اليوم في الوزير قدم النسخة الأصلية يلي حولوا إياها مجلس إدارة كهرباء لبنان ورجع سحبها ونقح فيها ورجع حط الصلاحيات لحين تعيين الهيئة الناظمة بوزير الطاقة. أنا بناشدك سعادة النايب، اليوم في عنا أمل صغير نفتح قطاع الطاقة المتجددة بين القطاع الخاص وقطاع الخاص، نسمح للبلديات واتحادات البلديات، ولكن أنا ما بدي أرجع حط عقدة يلي هي بطل نك هو وزير الطاقة. اليوم خلينا نعطي شوية أمل للبنانية، لأنه اليوم في هذه التعديلات في تعديل مبطن لل 462، إذا حطينا التعديل أنه في إذن، نحن ما كنا حاطين أنه في إذن لما عملنا المسودة الأصلية، إذا حطينا إذن لحد 10 ميجاوات منكون عدلنا ال 462، من بعد إقرار هذا القانون لن يسمح لأي لبناني أنه ينتج كهرباء لاستعماله الخاص بالكيلووات، مش عم نحكي بالميجا، هذا أمر خطير. أنا عم بلفت لك نظر
نظرك عليه وبناشدك سعادتك، لأنه عنا ثقة فيك أنه تقدر نرجع نحط المصاري الأساسي ونحط الصيغة الأصلية على الطاولة وليس الصيغة اللي تم العبث فيها. هذا الرأي موجود باللجنة، لجنة الأشغال، لجنة الفرعية، وفي في النواب عم يحكوا فيه، وبعتقد أنه مطروح على الطاولة. بنشوف آخر شيء باللجنة الفرعية، ما في صير تصويت عادة، وإن صار اللجنة الأساسية بيصير في تصويت، وبعدين بيروح على الهيئة العامة. بكل الحالات هذا الرأي موجود وأنه غايب. شكرا. عندك سؤال أستاذ غسان بغيب؟ عندي تعليق. أول شيء صباح الخير معاليك. أنا بدي أول شيء بالنسبة لسلف الخزينة، صحيح انه كانت التعرفة لا تغطي، وانما كان لازم نعطيها بصيغة مساهمة ومش بهالسخاء، مش ما كل ما طلب وزير الطاقة والدلل نزد له سلفة الخزينة، وكان لازم نسجلها انفاق نهائي على حساب الموازنة العامة تتبين قديش قيمة العجز الحقيقي. وانا اؤيدك 100% بانه نحن بمعالجة ازمة الكهرباء صرنا بمكان كتير مختلف، وانا بختلف انه لا ما بقى فينا نفتش على مصاري او مال لتمويل المازوت والفيول، نحن لازم نروح صوب الطاقة الشمسية. وهيدا الخطأ الجسيم اللي ارتكبته الحكومة الحالية لما وافقت بخمسة خمسة على استدراج نوايا عمله الوزير سيزار ابي خليل سنة 2017 على اساس اللي بده يجي يستثمر بالطاقة الشمسية هو يستأجر اراضي، كان لازم نلغي هل الاستدراج العروض واستدراج نوايا، ونقر انه نحن نعطي المستعدين للاستثمار بالطاقة الشمسية الاراضي اللي بتملكها الدولة براس بعلبك والبقاع والشمال، وان تعطيهم هالعقارات تتيجي يبنوا عليها معامل طاقة شمسية. لا فينا ندفع بقى حق فيول، ولا بقى فينا ندفع حق مازوت، ويستمر الهدر وتستمر العمولات بشراء الفيول المغشوش لاخر مظاهره كانت انه مخبى من سنه من العام الماضي، هلا بدهم يستعملوه للمزيد من الاضرار. وانا برجع بقول جاهز وحاضر لاي استشاره، لانه اعتقد انه المعلومات عم توصل غير دقيقه لمجلس النواب ولمجلس الوزراء، ويا ريت في من يرغب بالاستماع الينا. ويعطيك الف عافيه. الله يعافيكم. طبعا نحن جاهزين نستمع لكل الاراء اللي بتخالف حتى رأينا كحزب وككتلة وفاء المقاومة، حتى لو بتخالفنا بالرأي بنسمع، وجاهزين لنتفهم ونسمع كل الآراء ونناقشها. هلا بنقبلها أو ما بنقبلها هي بعد النقاش. عفوا معليك، أنا قصدت معلومات مش آراء. معلومات. لا 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 ما انتبه شو عم أقول، كل رأي، كل معلومة، كل أي شغل بأي شأن أو شكل أو أي شيء بيخدم المصلحة العامة نحن جاهزين نسمع له بكل أريحية، والقرار المناسب يتخذ بالطريقة المناسبة. وأنا أصلاً عندي تجربة، عندي تجربة باحترام كل معلوماتي، وأنا قدمت أكثر من مطرح. بدنا نسأل سؤال معليه. في مركز للطاقة بقلب وزارة الطاقة غير قانوني كان عم بيجتمع معكم بمجلس النواب، شو القصة؟ لا منه غير قانوني، طولي بالك، منه غير قانوني. هلا انه في حدا عنده ملاحظات عليه، في حدا عنده نقاش عليه، مركز حفظ الطاقة منه مش قانوني، صادر بقرار مش وزراء، يعني منه مش قانوني، صادر سنة 2010. نعم. على كل حال نحن بنشكر. عفوا معاليك، شو اللي بينظم نشاطه المالي؟ على اي اساس يجري مناقصات؟ وين انه وجد بشكل شرعي يمكن قرر ومجلس وزراء، بس مين اللي حدد اصول عمله؟ ماشي هو هيدا نقاش صحيح بتناقش. لا بس انه منه غير شرعي، عم يستغل كمنصة لاطلاق مناقصات توصل للمطرح اللي بدهم اياه، الطاقة من الرياح، الطاقة الشمسية، وهلا عم يعطوا عم يتدخلوا بتراخيص للناس وبآلية اعطاء وبمناقشة القوانين. لا انا برأيي يعني برجع بقول لك يمكن ولد بقرار من مجلس الوزراء، وانما كان هالقرار مرتبط بمأسسة هذا المركز. ما في مشكلة، بينشغل على مأسسته. شكرا لك عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب حسين الحج حسن، أهلا وسهلا فيك.